طبعا هذا هو من اعمال الفرقه 8200 وهي لديها جروبات و هاي الفرقه 8200 يعني يشتغلون عندها ناس عرب؟ نعم عرب. نعم عندها ناس عرب وحتى في تاسيس تنظيم داعش ايسس هو رمز لاسرائيل سكيورتي انتليجنس سيرفيس جهاز الخدمه السريه الاسرائيلي ومن يعمل بطريقه داعش هم ثلاثه الويه فقط في العالم. يعني ايسس مو اختصار للدوله الاسلاميه في العراق والشام؟ لا بالانجليزي هو اسرائيل سكيورتي انتليجنس سيرفيس. واذا اردت ان ترجع الى اصول تاسيس داعش توجد وثيقه اخرجها الصحفي الاسرائيلي عوديد يونيون استراتيجيه صهيونيه الشرق الاوسط وانا لي ترجمه لهذه الوثيقه وتعليق عليها وهي وضعت عام 1952 وتهدف الى انتاج وتقسيم العالم الاسلامي من المغرب الى باكستان على اساس اثني وطائفي واستخدام مصطلح سيلف ديستروكشن ان الدوله تدمر نفسها بنفسها عبر اثاره نعرات طائفيه وقوميه وداعش هو الاداه لتنفيذ هذا الموضوع فهو مخطط موضوع من زمن قديم وجرى تفعيله الالويه التي تعمل بطريقه داعش هي لواء جولاني ولواء الكفير الذي اسسته الكيان الصهيوني اسسه عام 2005 واشترط ان من يعمل به يجيد اللغه العربيه. فبالتالي ولديه عرب واعتقد ان معظم الجاليه العربيه ربما تكون من المغرب او من دول المغرب لانه في المغرب يوجد اكثر من 2 مليون يهودي يذهبون الى اسرائيل ويرجعون باللنجات وبدون فيزا. فهؤلاء ايضا يوظفون في اجهزه الاستخبارات. لا يعني هذه الحملات اللي يديرونها في وسائل التواصل طبعا في مواقع التواصل انا يعني بالامس كنت اشوف ناس عرب عرب يعني نعم عرب معروفين عرب من الخليج ومن عرب سوريا ومن نعم انا بالامس غير من الدول الاخرى توجد بالذكاء الصناعي حتى تهديد تقليد اللهجات يعني انت عراقي اذا من اهل الجنوب يتحدث بلهجه